اه واضح. طيب خلينا كده ايه نخش على ويلي. بس هو ويلي عيبه زي ما قلت لك ان هو بيجيب اسئله يعني اكبر بكتير جدا من اللي شرحه. فعامة احنا هنقراها ونشوف احنا لو في الامتحان نعرف نتعامل ولا لا. يقول لك هنا ايه؟ الله المستعان. What is the best description and the summarization of how blockchain technology ممكن تأثر على الـ audit process بالذات في حتة الـ confirmation؟ طب أنا يعني إيه confirmation النهارده؟ أنا عندي عميل كاتب في البالانس شيت بتاعتي إن أنا عايز منه $1000. تمام. فالـ audit بيقول لك أنا عايزك تجيب لي confirmation من العميل يشهد اللي هو فعلا عليه الـ $1000 دي. تمام. أما لو بصينا في البلوك تشين كانت إيه القصة؟ ان كل ترانزاكشن بتحصل محمد باع لزيد، زيد باع لعبيد، كانت بتعمل لها ابديتنج على النتورك على البلوك تشين بتاعتنا الديستريبيوتد، وكل الناس اللي قاعده في النتورك ديت شايفين ان الداتا دي ان فعلا محمد عليه 2 جنيه لفلان وابراهيم باع عليه كذا لفلان، فهم اوريدي شايفينها وفاليديتد. تمام. فالكونفرميشن في اللحظه ديت بيقول لك هنا ايه؟ كونفرميشن ويل بي تشينجد اند فيرتشوالي اليمينيتد بسبب اللي انت بتستخدم البلوك تشين، لان المعلومه خلاص هتبقى متاحه in real time. تمام. And is already secured via the platform. هم بيحاولوا هنا ايه اللي بيألف الاسئله عند ويلي، التيم اللي شغال عند ويلي بيحاول قدر الامكان اللي هو ايه يتصور ترانزاكشنز معينه ممكن الايه البلوك تشين تاثر فيها. ودي حاجه كويسه يعني، دي تزود مداركك اكتر لتصور الموضوع. طيب ناخد سؤال تاني. السؤال ده برضو من عند ويلي برضو يوسع علينا المدارك شويه. بيقول لك ايه الامبليكيشنز والافكت المحتمل بسبب التكنولوجي بتاعت البلوك تشين ديت على الكنترولز بتاعت النتورك وعلى الانترنال اوديت بروسيس؟ لاني انت النهارده لو رحت شفت ال او اس بتاعت الاي سي ام اي قالت لك ايه؟ ريكوجنايز بوتنشال ايه؟ بوتنشال ابلكيشنز الحاجات ديت. فانت النهارده الابلكيشن اللي انت شغال فيها في شركتك في مهنتنا احنا لازم نعرف الامباكت بتاع التكنولوجي دي ايه. عشان كده ويلي اخذ الكلمتين دول وقعد في مدارهم يالف الاسئله. تمام. طيب نمشي اجابه اجابه كده. بلوك تشين تكنولوجي داز نوت ابير تو هاف انفلونس على الكنترولز. ازاي؟ كلام غلط. فانت تعرف تاليمينيت دي بسهوله. يقول لك البلوك تشين تكنولوجي از It is currently understood and implemented in the marketplace when only impacted financial reporting. بس الامباكت بتاع الانترنال كنترول ويل بي ليميتد. غلط طبعا، ليها تاثير كبير كبير جدا على الانترنال كنترول. Since بلوك تشين is only related للبيتكوين وبقيه الكريبتو كرنسيز، الامباكت على الانترنال اوديت والكنترول هيبقى extremely limited. برضه غلط. بص بقى الكلام ده يقول لك البلوك تشين ويل هاف ان امباكت على الانفورميشن ستورج. صحيح، هتبقى على ديستريبيوتد، هي ديستريبيوتد ليدجر ديسنترلايز، وعلى الترانسميشن بتعمل بشكل سكيور، وعلى الاناليسز which in turn will certainly change the internal audit process. فلو الشركه النهارده شغاله في اي ابلكيشن ببلوك تشين مش هيبقى الطرق التقليديه بتاعت المراجعه هي اللي تنفع فيه. لقط الليله. طيب ناخد سؤال كمان. بص السؤال ده يا بقى، السؤال ده بيقول لك ايه؟ لو البلوك تشينز ار نوت تكنيكالي اميوتابل، لو كان البلوك تشين ديت مش، انت عارف يعني ايه اميوتابل؟ غير قابله للتغيير. تمام. يعني لو بقت قابله، لو هي بقت تكنيكالي قابله للتغيير، ازاي لو في حد بيحاول يحتال ويعمل تمبرنج للداتا ازاي ده ممكن نكتشفه؟ الكلام ده لعلمك اتعرض في الفيديو الثالث ده، الفيديو يعني الفيديو ده روح بص عليه في الدقيقة الثالثة. قال لك النهارده واحد بيحاول يلعب في البلوكاية ديت، في الداتا ديت، فالداتا فالبلوكاية ديت الهاش بتاعها رابطها ومقرطها مع البلوكاية الثانية بنفس الهاش. تمام. على طول الهاش ده هيتغير فهتتفصل عن البلوكات. تمام. بص بقى السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك سمارت كونتراكتس هي اللي هتألمت النودز بالان اوثرايزد تشينجز. لا طبعا مش السمارت كونتراكتس اللي هتألمت. بيقول لك اني داتا تشينج انفاليديتس ذا كارنت بلوك، عملت انفاليديتس يعني بوظتها كده، واخد بالك؟ ف
طب الهاش اتغير ففقدت التربيطه مع البلوكات الثانيه. فبيقول لك ايه any data change invalidates the current block and all subsequent blocks. وصلت الفكره؟ تمام تمام. السؤال اللي بعد كده هو اللي بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following actions, ايه من الاكشنز دي تعتبر هدف اساسي اللي البلوك تشين تعرف تعمله بشكل كويس جدا. طب هي البلوك تشين النهارده لما رحنا نتكلم على تعريفها في هنا في الهاند اوتس دي في اول صفحه خالص قلنا ايه؟ البلوك تشين مور سبيسيفيكلي اواي فور وان انترنت يوزر سامح يترانسفير ديجيتال بروبرتي لمين؟ لا انا قصدي الانترنت يوزر بشكل جارانتيد وسيف وسكيور والكلام ده. تمام. السؤال متالف عليه ترانسفيرنج اونر شيب فور ايتم اوف فاليو. تمام بس كده واضحه الفكره. تمام ناخد سؤال كمان. تمام. من الحاجات اللي عايز اوريها لك في الفيديو ده بالمره كده ايه انواع البلوك تشين. في الحقيقه هوك ذكر في الكتاب بتاعه ثلاث انواع: public blockchain والprivate والhybrid. وعم ويلي زود واحده في الاسئله بتاعته اللي هي consortium blockchain دي. طب يعني ايه public blockchain؟ البابليك blockchain تعتبر ايه؟ طالما هي public فتبقى open ايه؟ to anyone. طيب الprivate blockchain، الprivate blockchain هتبقى permissioned ledger لانها private. تمام. الهايبريد بلوك تشين تعتبر ميكس ما بين البابليك والبرايفت. سام بروسيسز بتكتبها برايفت وسام بروسيسز بتكتبها ايه؟ بابليك. ماشي الحال؟ تمام. الكونسورتيوم بلوك تشين ديت بيقول لك consists of members that are approved by other members and agree to protect an intellectual property of one another. يعني ايه؟ يعني فيها نوع من الاتحاد ان هم فيها independent parties بيعملوا ايه؟ approving البعض، بيأجري مع بعض. وكل واحدة من دول البابليك والبرايفت والكونسورتيوم ديت ليها تصور عند ويلي في اسئلته للابلكيشن. فمثلا البابليك بلوك تشين بيقول لك provides easy access to publicly available data from a variety of sources. Confidential data could be placed on the blockchain after being encrypted. فلو في داتا تتحط confidential بيخلوها ايه؟ encrypted to protect the confidentiality. فبيقول لك مثلا for a consumer app to track packages from a variety of producers shipped using different vendors is a good example للpublic blockchain. في حين ان الprivate blockchain ينفع نستخدمها جوه شركتنا. لان انا مش هخلي الناس تبص على الحاجات اللي بتاعت البيزنس بتاعي. فاقدر امانج المانيفاكتشرنج بروسيس بتاع العربيات بتاعي لحد ما اوصل للفاينل برودكت. بناء على كده الف الاسئله مين؟ عمك مين؟ عمك ويلي. فلو رحت بصيت على ويلي كده هتلاقي هنا بيقول لك ايه؟ What type of blockchain implementation ينفع for a supply chain app with independent parts manufacturers, shippers and assemblers of airplane components for a major aviation manufacturer. ايه اكتر حاجه تنفع للاندبندنت بارتنرز مانيفاكتشر والشيبرز والكلام ده؟ هيبقى كونسورتيوم. ما هو دول اندبندنت بارت مانيفاكتشر واندبندنت شيبرز واسمبلرز. هتحتاج حاجه؟ لا، ما هي البرايفت دي وزين نفس الاورجنايزيشن، لكن دول نفس الصناعه يعني نفس النتورك تحت المظله بتاعت الميجور افيشن مانيفاكتشرر. تمام مستقلين. فاهم؟ تمام. فالكونسورتيوم بلوك تشين ديت هي اللي هتنفع في ده. البرايفت دي هتبان within the same organization. بص what type of blockchain implementation would be best for a consumer app. consumer app في الغالب هيبقى public. تمام او كده. فهي الداتا تبقى easy accessible عشان نقدر ايه؟ تبقى بين الفرايتي، تبقى بين فروم فرايتي اوف سورسز. بعد كده السؤال الثالث اللي جابه ويلي على الانواع بتاعت البلوك تشين هنا هو
هو النوتيفيكيشن بتظهر وتظهر ما شاء الله عليك. بيقول لك what type of blockchain implementation would be best for managing and manufacturing the process للعربيات from part receipt to roll out of final products. يعني ده معناه اللي هو هو نفس المصنع فبناء عليها يبقى برايفت. لقطت كده الدنيا؟ اه كده تمام. سؤال من ولي تاني بيقول لك ليه البلوك تشينز جنرالي كونسيدرد جود فور كيبنج اوديت ترايلز؟ طبعا انت عارف الاوديت ترايلز اهم حاجه عندنا نعرف الداتا تلعب فيها ولا لا، صح ولا لا؟ تمام. طيب البلوك تشين لما هنا بصينا على هنا لما شخص حاول يلعب في الداتا ديت ايه اللي حصل؟ الهاش اتغير تمام، فصلوا عن عن التشين. فالناس اللي على النتورك، الناس اللي هم بقى فين؟ اللي هم هنا فين؟ الشباب دي في واحد فيهم الناس دي مش هتوافق على التغير اللي حصل. تمام. لقط الليله؟ تمام، فلازم يبقى بابليك كده. فهنا بيقول لك ايه؟ Why are blockchains generally considered good for keeping audit trials? Blockchain data is stored on write once, read often media. احنا قلنا اللي هي distributed ledger. مجرد بيحصل التعديل والماينرز يخش يفاليديت ويعمل الهاشنج ويحسب الارقام الطويله بتاعته دي بتتربط والنسخه المتطابقه بتترمي في كل اللوكيشنز. تمام. فده مش مظبوط. الديستريبيوتد داتا ميكس موديفيكيشن انلايكلي، ممكن حد يلعب بس احنا هنكتشفه. اني تشينجز تو بلوك تشين بلوكس فورس ا فورك. اي كلام. بلوك تشينز ار تمبر resistant. هي تمبر resistant and تمبر evident. ليه تمبر evident؟ لان بمجرد بيحصل تلاعب على طول بيتغير الهاش. واصله كده؟ تمام ماشي. طيب من اسئله ويلي برضه بيقول لك what is the primary benefit of blockchain technology؟ security. طبعا السكيورتي تعتبر ميزه، لكن ايه من دول primary benefit؟ نتيجة ايه؟ هو اللي مألف السؤال ده، هو طبعا سؤال مشكل شوية لأن السكيورتي برضه تعتبر كويسة كإجابة، لكن هو عايز primary. طبعا لو سؤال سي ما أظنش كان هيحط السكيورتي، بس خلينا ندي كومنت كده يكبر يوسع المدارك من السؤال ده. أنت النهاردة أما بقت الحاجة مع كل ترانزاكشن بتتم بيتتربط مع السيريال القديم من البلوكات والبابليك في النتورك بيشوفوها، ده بيخلي فيه ايه؟ نوع من ايه؟ الوضوح. الله ينور عليك، من الترانسبيرنسي. هم شايفين البلوك تشين من اكثر الحاجات المميزه ليها، لان طبعا الانظمه التراديشنال فيها قدر كبير من السكيورتي، لكن البلوك تشين جدت علينا في ايه؟ ان هي بقى فيها ديسنترلايزيشن، بقى فيها ترانسبيرنسي. فانت بقيت شايف اللي بيحصل على الداتا، اللي بيحصل على الترانزاكشنز اللي بتتم، تعمل ادجستنج للوضع القديم لوضع جديد. الابديت اللي بيحصل. عشان كده نقدر نقول البنفيتس العامه للبلوك تشين حته الديسنتراليزيشن ديت، واللي انت مش محتاج اي طرف وسيط انترميديت فاينانشال انستتيوشنز، الترانسبيرنسي، السكيورتي، الكوست بتنخفض بتاعت المعاملات، التايم اللي بتحتاجه عشان البنك يقدر يعمل لك الترانزاكشن ثلاث ايام ولا حاجه، كل الكلام ده بيقل في البلوك تشين. طيب ناخد سؤال كمان؟ ماشي. طيب معانا سؤال ثاني من عند ويلي. زي ما قلت لك ويلي بيحاول قدر الامكان يالف اسئله يلمك لك الابلكيشنز اللي متصوره للبلوك تشين مع الكونسيبت بتاع البلوك تشين. تمام. فاهم؟ فبيقول لك الشركه ديت جلوبال باكج سيرفيس، دي وورلد وايد باكج دليفري سيرفيس، متخصصه في ايه؟ في اللي هي تعمل اكسبيدايتنج للشيبمنتس بتاعتها من خلال الانترناشونال تشالنجز عشان تقلل الريجيولاتري اوبستكلز.
GPS is planning to develop a public blockchain app. عشان تعمل فيه ايه؟ عشان يريكورد الباكجز at each step in the shipping and the delivery process. تفتكر الباكج تراكنج اب ده هيبقى جود فيت مع البلوك تشين؟ طبعا بنلاحظ فيها حاجه سبلاي تشين ولوجيستيك قوي، فده يبقى معانا تمام كده. فالاجابه نو، دي مستبعده تماما. خلاص يعني دي اكتر ابلكيشن ممكن نتصور فيه البلوك تشين. طيب يس ليه بقى؟ عشان خاطر البابليك بلوك تشين هتديك مور ابديتد ستيتس عن الطرق التراديشنال اللي هي سنترلايز. لا سنترلايز ممكن تبقى اسرع، ومش دي الميزه اللي احنا عايزينها من البلوك تشين. الميزه اللي احنا عايزينها من البلوك تشين ان هي ممكن تمكن الشيبرز وتمكن الريسيبينتس وتمكن الاذر انترستد بارتيز باللي هم كلهم شايفين الداتا وعارفين فين الباكج رايحه وفين الستيتس بتاعتها. عشان كده الترانسبيرنسي تعتبر هي البرايمري بنفيت من البلوك تشين. يعني نعتبر ان بي صح، بس الدي اللي هي اللي اصح. لا، لو قريت التعليق بتاع ويلي بيقول لك اصلا السنترلايزد ابلكيشن اسرع من البلوك تشين، فبي غلط. عشان البلوك تشين بتاخد وقت في الفاليديشن انت عارف. تمام صح صح صح. طيب ناخد سؤال كمان. لو بس نطلع من المنظور دوت مش هتبقى مقنعه. تمام.